يعني نحن شفنا التشوه اللي حصل للتعليم العام خلال العهد السابق، والناس لما بعد الثورة بقت حريصة جدا جدا انه فعلا يعني تنزل قيم الثورة دي وتقدر تقدم شيء يعني لكل يعني مجالات الحياة ولكل يعني الأشياء اللي بتساعد في رفعة البلد من ناحية اقتصاد، من ناحية تنمية، من ناحية تعليم. فبدينا وفعلا اشتغلنا والشغل مشى كويس جدا ولقينا استجابة. وحتى يعني في موقف يحضرني في واحد من الأساتذة، يعني هو يعني معلم لغة إنجليزية، فقال أنا لو جيت ولقيت يعني معلم داخل الفصل أنا هطلعه عشان أخش أنا. يعني الناس كانت متحمسة جدا جدا وفعلا قبلوا بلاء حسن. يعني يا سلام، ده كلام جميل جدا ومحهود لكم ومشهود لكم من قديم الزمان إنه كانت بتقدم دروس العصر من المعلمين تطوعا في المدرسة دائما، وخاصة في القرى. يعني ما كان بياخذ عليها أجر ولا كان فارضاها عليه وزارة التربية والتعليم، إنما هو منه كده. وأفتكر هي بادية من بخت الرضا الحاجات دي، فنحن بنطورها وبنطوعها حسب الموقف. وكانت في وقت فعلا يعني مبادرتكم دي الناس محتاجة ليها وبشدة، وخصوصا بعد التغيير التم ده كان لابد من، وبعد الجائحة كمان يعني بقت المسألة بتاعت التدريس صعبة. وهذه لفتة بارعة منكم، والتحية لكم والتحية للأستاذ اللي معاكم دي، والتحية لكل الأساتذة اللي طوعوا. ونتمنى إنه الحاجة دي تعم السودان كله، لأنه إحنا في أشد الحوجة لها.